طيب يلا بينا. بص هنا في ده اللي يعتبر تاني ليكتشر، تمام؟ كل الليكتشر دي بتتكلم على حاجه اسمها او الهو هو دبليو اتش او اللي هي بيسموها منظمه الصحه العالميه World Health Organization. في حاجه اسمها الاختصارات مهمه، يعني في الامتحان ساعات يروح جايب سؤال كده ثلاث اربع اختصارات يقول لك اكتب لي المصطلح. في نوع من انواع الخدمات اللي بدات تتقدم في الفتره الاخيره دي بيسموها ال NHS، اللي هي بيسموها National Health Service. يعني ايه ناشونال هيلث سيرفيس؟ ولا حاجه، هي ببساطه شديده حل بديل عن زياره الطبيب. بدل ما انت بتروح الطبيب، لا هو بيحاول يديك خدمه العلاج وانت في البيت. طيب ازاي هوصلك الخدمه دي؟ قال ان الاي سي تي سيستمز اللي هو انفورميشن اند كوميونيكيشن سيستم، انظمه الاتصالات والمعلومات في الدول المتقدمه، قدرت تقدم خدمه الصحه او الخدمات الصحيه باربع طرق. الطريقه الاولى باستخدام التليفون، تمام؟ ان انت تتصل بالتليفون زي ما هنشوف كده وتبدا تختار الخدمه اللي انت عايزها. الطريقه الثانيه باستخدام الديجيتال تلفزيون، ودي مش موجوده في دول محدوده جدا، اللي هو انك عن طريق التلفزيون تقدر تطلب خدمات طبيه. الانترنت، تمام؟ حتى هنا بيقول less widespread، يعني برضو انتشارها مش محدود، مش منتشره. واخر حاجه اللي هي البرودكاست راديو، اللي هو البث الراديو، يعني بس محطات الراديو. طب محطة الراديو هتبث ايه يعني؟ برامج صحية، تمام؟ هو حتى كاتب ايه more effective than newer technology، يعني الاذاعات الراديو بتعتبر فعالة اكتر للمواطنين في developing countries، يعني الدول النامية، الدول اللي ما فيهاش تطور. بيعتبروا الخدمات البث الاذاعي بتخدم الناس دي وبتوصل لهم المعلومة وهو قاعد كأنه بيستمع ليه. قال طيب دلوقتي احنا عشان ننتقل بالمجال ده بالاي سي تي سيستم، اللي هو النظام التكنولوجيا او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قال لك احنا في كذا كام عنصر كده بيأثروا عليه. ايه هم؟ اول حاجه الكمبيوتر عشان يكون عندك لازم هتدفع فيه فلوس، تكلفه كوست، ولازم انت اصلا يكون عندك كمبيوتر سكيلز، مهارات في الكمبيوتر، تمام؟ واخر حاجه افيلابيلتي اوف سوتابل اكسس بوينت. الاكسس بوينت هي نقطه الوصول، اللي هو الراوتر، يعني اللي هيديه خدمه الانترنت. يعني لازم يكون الكمبيوتر اللي عندك هتكلفه او هيكون مدفوع فيه فلوس، لازم تكون عندك انت مهارات في التعامل مع الكمبيوتر، ولازم يكون في وصول للانترنت. اول حاجه هيبدا يتكلم على التليفون. ايه قصه التليفون؟ As the telephone can be used in healthcare in two ways. التليفون ممكن اشتغل عليه او استخدمه بطريقتين. الطريقه الاولى by an exchange of information by talking to real person. ترفع سماعة التليفون تتكلم مع شخص طبيب ويديك العلاج وانت قاعد في البيت. ده الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ان انت بتختار من قوائم، يعني بتتصل ويقول لك مثلا للغة العربية اضغط واحد، للغة الإنجليزية مش عارف ايه، by dialing one of range of phone numbers، من انت بتتصل بأحد الأرقام التليفونات وبتعتمد على المشكلة اللي عندك وبتبدأ تختار من قوائم. قوائم تطلع لك عبارة عن أرقام وانت بتمشي في الأرقام دي لغاية ما توصل لإيه؟ للخدمة اللي انت عايزها. هنا هيبدأ يتكلم على موضوع تاني خالص، ساب الصحة وساب كل ده، وبيقول لك طب هي شبكة التليفونات دي متكونة من ايه؟ تمام؟ مهم النقطة دي قوي. بيقول لك details of infrastructure telephone network، شكل البنية التحتية لشبكة التليفونات. قال لك ببساطة شديدة التليفونات فيها ثلاث حاجات مهمين، حاجة اسمها at the lowest level، وحاجة اسمها next level، والثالثة اسمها highest level. ثلاث مراحل سهلين جدا على فكرة. المرحلة الأولى هي الوصلة ما بين البيت أو العمل والسنترال، هي connection from an individual home or business to local switching center. مين switching center؟ شبكة تحويل المكالمات اللي هو المقصود بها السنترال، يعني بيسموها التليفون اكسشينج. يبقى أول وصلة هي الوصلة التي تربط البيوت أو الشركات بالسنترال. طيب هي نوع الكابلات دي بتكون ايه؟ بيقول ليها اسم تاني على فكره بيسموها اللوكال لوب. السطر اللي بعديها بيقول لك اللوكال لوب هي عباره عن مجموعه من التويستد بير وايرز. تويستد بير وايرز طبعا درسته في اكتر من ماده موضوع التويستد بير. تويستد بير اللي هو الزوج الملفوف، اللي هي الكابلات بتاعه التليفون زي اللي في البيت، تمام؟ طيب دي كده المرحله الاولى اللي هي اللوست ليفل. طب اللي بعد كده بيقول ات ذا نيكست ليفل هي الانتر كونكشن بتوين سويتشنج سنتر، هو الرابط ما بين السنترالات. يعني دلوقتي انا ربطت البيت بالسنترال، طب في سنترال محتاج يتواصل مع سنترال تاني، يبقى هنا المرحله الثانيه هي الربط
الانتركونكشن ما بين السنترالات. طب هي السرعه بقى ايه اخبارها ما بين السنترالات؟ لازم تكون هاي كاباسيتي، لازم تكون سريعه جدا. فهنشتغل على كابلات اسمها الفايبر اوبتكس، اللي هي الالياف الضوئيه اللي بيتم نقل فيها الداتا على شكل ضوء. تمام. طيب المرحله الاخيره اللي هي ات ذا هايست ليفل هي الربط الدولي، الربط ما بين الدول، هي الكونكشن بتوين انترناشونال سويتشنج سنتر، الربط ما بين السنترالات في كل الدول. طبعا هنا الربط ده بيكون يا اما بالفايبر اوبتكس يا اما عن طريق الساتلايت، عشان احنا محتاجين سرعه نقل عاليه. هندلع السنترال زي ما دلعناه قبل كده في ال 215 ايه اسمه بابليك سويتش تليفون نتورك، شبكه تحويل المكالمات المحليه، هو السنترال بمعنى اصح. طيب هو بيختلف كتير عن شبكه الموبايل، موبايل تليفون سيستم. طب شبكه الموبايل فيها ايه؟ بيقول ذا وايرد لوكال لوب از ريبليسد باي راديو سيجنال. الوايرد لوكال لوب يعني لوكال لوب اللي هو الكابلات اللي ما بين البيت والسنترال والسنترال، تم احلالها باشارات راديو، راديو سيجنال. تمام. بتوين ما بين الهاندسيت، ما بين الموبايل وبين البيز ستيشن. حلو قوي. تمام. طب المناطق الجغرافيه هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ مفيش اسلاك. قال الجيوغرافيكال اريا ار ديفايدد، بيتم تقسيمها الى سيلز، خلايا. المنطقه كل منطقه بتتجزا بيسموها الى اجزاء صغيره بيسموها خلايا، سيلز. وكل خليه يخدم فيها برج واحد اسمه بيز ستيشن. شبكه التليفونات المحموله ساعات بيسميها سيلولير تليفوني، اللي هي الشبكه الخلويه او الجوال. طب برج الاتصال ده البيز ستيشن، بيقول البيز ستيشن ار كونكتد ايذر باي راديو اور باي كيبلز. عاده الابراج دي بتكون متصله بعضها ببعض بالراديو او بالكيبلز، تو حاجه اسمها موبايل سويتشنج سنتر، شبكه تحويل المكالمات المحموله. موبايل سويتشنج سنتر ده اللي بيسيطر عليهم، يعني بيسيطر على الابراج دي. تمام. طب الموبايل سويتشنج سنتر ار انترن كونكتد باي كيبلز. طب دلوقتي الموبايل سويتشنج سنتر ده هو عباره عن مدير للابراج، يعني ابراج الاتصال بتاعه الموبايل ليها مدير. مين المدير بتاعها؟ الموبايل سويتشنج سنتر. طب الموبايل سويتشنج سنتر ده ملوش مزاج يتصل بالسنترالات؟ اكيد لازم يتصل بالسنترالات وبالموبايل سويتشنج سنتر التانيين. ولذلك هنا بيقول ان الموبايل سويتشنج سنتر ار انترن بدوره بيرتبط باي كيبلز بالكابلات تو سويتشنج سنتر، بالسويتشنج سنتر الاخرين، وبكمان مين؟ بالسنترال. So that calls can be made between fixed and mobile phones، عشان يحصل اتصال ما بين التليفونات الارضيه وتليفونات المحمول. Using cells have the following benefits، استخدام الخلايا لها ميزه، ايه هي؟ اولا increase the signal strength، زياده قوه الاشاره، والانكريز الكاباسيتي اوف نتورك يوزر، وزياده سعه الشبكه بزياده عدد المستخدمين. ايوه، زياده سعه الشبكه، قوه الاشاره الاولى. الاولى قوه الاشاره هتزيد، والثانيه سعه الشبكه هتتسع، بمعنى اصح عدد اليوزرز هيزيدوا، عدد المستخدمين اللي في الشبكه هيزيد. هيبدأ يتكلم على الراديو كحل من حلول توصيل بيانات صحية إلى المواطنين. قال لك كلمة برودكاست قبل أي حاجة، يعني إيه برودكاست؟ برودكاست يعني بث. يعني إيه بث؟ يعني واحد بيرسل وكل الناس بتستقبل، زي الراديو أو التلفزيون. أنا ما بختارش، أنا بتجيلي الإشارة زي ما بتيجي الجاري، زي ما بتيجي لنا كلنا. فهنا بيقول means to send the same message، هو إرسال نفس الرسالة to all user in a network، لكل المستخدمين في الشبكة. كان في جهاز زمان بيتم استخدامه، وده بتيجي عليه اسئله في الاختياري، جهاز صغير كده لاستقبال الاشارات الراديو، بيشتغل بالبطاريات. تمام. اسمه ويند اب راديو. هو جهاز او الراديو الصغير اللي كان بيتم استخدامه سابقا ببطاريات في الاماكن اللي ما فيهاش كهرباء. يعني انا بيقول ذا ويند اب راديو از سولوشن، يعني هو احد الحلول اللي تم استخدامها لو المنطقه ما فيهاش كهرباء، فالناس بتشتغل الويند اب راديو ده عشان ايه؟ يلتقطوا اشاره. راديو قديم. طب ايه مشاكل اي عمليه برودكاستنج؟ يعني البروبلمز اوف برودكاستنج دي مش متقتصر على اللي احنا بنتكلم فيه بشكل عام. كفرج اريا، طبعا المساحه اللي بيتم تغطيتها قد ايه. الاتينيويشن، اتينيويشن مقصود بيها ويك، ضعف الاشاره، كلما تتحرك الاشاره مسافه اطول كلما تضعف. ذا سيجنال جيت ويك ذا فارذر ات ترافل فروم ذا سورس، كل ما الاشاره بتتحرك بعيد عن المصدر كل ما الاشاره بتضعف. طيب ديستورشن، تشويش.
ايه التشويش؟ التشويش مقصود بيه ان الاشاره ممكن تتشتت وتتشوش عليها من ايه؟ obstructions. obstructions اول حاجه اللي هي العوائق زي الجدران والمباني اللي هي تخلي الاشاره مش في مجال العين تنعكس وتصطدم، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو نتيجه الاحوال الجويه، تمام؟ طب ايه الحل؟ الراديو لو فشل في الحاجات دي ايه الحل؟ قال لك السولوشن يوزنج ساتلايت تكنولوجي، استخدام تكنولوجيا الساتلايت. نرجع تاني برضو للبرودكاست، بيقول تو ways فور برودكاستنج، يعني البث الاذاعي او التلفزيوني عنده طريقتين. ايه هما؟ الطريقه الاولى بيسموها تريستريال برودكاستنج. تريستريال مقصود بها الارضي، البث الارضي سواء للراديو او التلفزيون. فانا بيقول تريستريال راديو سيجنال ار ترانسميتد يوزنج بارتيكولار راديو فريكوانسيز فروم ارييلز. هنا عمليه الارسال بتتم عن طريق استخدام محطات ارسال احنا بنسميها الاريال، تمام؟ طب ده النوع الاول من البث الارضي. النوع الثاني من البث الساتلايت، ساتلايت برودكاست. طيب حاجه مهمه، كلمه فوت برنت بتيجي كلمه ساعات في الاختصارات او بتيجي في الاختياري. ايه يعني ايه كلمه فوت برنت؟ الفوت برنت هي المنطقه اللي حزمه القمر الصناعي بيغطيها. يعني لو في فوقينا قمر صناعي نايلسات، النايلسات ده بيغطي مساحه جغرافيه قطرها مثلا هنقول 7000 كيلومتر ده على سبيل المثال، يبقى الفوت برنت بتاعته 7000 كيلومتر. يبقى كلمه فوت برنت هي المنطقه التي يغطيها البث الخاص بالاقمار الصناعيه. طب هي الفوت برنت دي المنطقه التي تغطي او يغطيها البث باستخدام الاقمار الصناعيه. على سبيل المثال قمر نايلسات بيخدم اي المساحه اللي بيغطيها؟ بيخدم مثلا هنقول افريقيا ونص اسيا. هل بيخدم اوروبا؟ لا، يبقى الفوت برنت بتاعته في المساحه دي، تمام؟ طب هي الفوت برنت دي بتعتمد على ايه؟ عشان ده برضو سؤال، المساحه اللي هو بيغطيها دي بتعتمد على ايه؟ الهايت او ذا ساتلايت، ارتفاعه عن سطح الارض، كل ما بيرتفع اكتر كل ما بيغطي مساحه اكبر. ويدث اوف ذا سيجنال بيم، عرض حزمه الاشاره. ذا انجل اوف ذا بيم، الزاويه بتاعه الاشاره. في نوع من انواع الساتلايت بيسموها الجيو ستيشنري ساتلايت، تمام؟ الجيو ستيشنري ساتلايت، ايه جيو ستيشنري ساتلايت؟ بيقول ذير اوربتس از تشوزن شوت ذي ريمين فيكسد. اي قمر صناعي بيكون ليه مدار بيتحرك فيه، المدار بمجرد اصبح فيكسد ثابت، مداره ثابت، ده بيسموها جيو ستيشنري ساتلايت، اقمار ثابته. اباف ا سيرتن بوينت اباف ذا ايرث، فوق نقطه ثابته، يعني القمر الصناعي ده بقى ثابت مع المنطقه دي. الارض بتلف وهو بيلف معاها على نفس المنطقه، تمام؟ must orbit at a particular height، ويجب ان يكون ارتفاعه ثابت. there being widths that must be appropriately chosen to given a required coverage، والمساحه بتاعته لازم تغطي المنطقه دي كامله بشكل مباشر. انا بشكل ابسط شويه، القمر الصناعي النايل سات مثلا وعرب سات، النايل سات والعرب سات بيغطوا منطقه الشرق الاوسط. هل بيغطي اوروبا؟ لا. امريكا؟ معنى كده ان القمر الصناعي النايل سات ده ثابت فوق منطقه الشرق الاوسط، الارض بتلف وهو بيلف معاها، تمام؟ ده اللي بيسموه جيو ستيشنري ساتلايت. في نوع تاني بيسموه لو ايرث اوربت ال اي او ساتلايت. النوع ده بوس هايت اند بيم ويدث كان بي فاريد، كلا المدار والارتفاع متغير. زي مين انواع الاقمار الصناعيه اللي بتعتبر متغيره في ارتفاعاتها وفي حركتها؟ الاقمار الصناعيه الخاصه بخدمه الجي بي اس مش ثابته، اوكي؟ طيب دخل في النقطه اللي بعد كده بيتكلم على الديجيتال تلفزيون. احنا كلنا على فكره بنغطي الصفحه الاولى، يعني كلنا كنا بنقول الخدمات الطبيه ممكن توصل لنا ازاي. الديجيتال تلفزيون برودكاستنج از سيت تو ريبليس انالوج تلفزيون برودكاستنج، يعني التلفزيونات الرقميه او الارسال الرقمي ظهر عشان يحل الارسال الانالوج القديم في دول كتير، تمام؟ يعني احنا كان زمان القمر الصناعي كله انالوج، دلوقتي الاشاره بقت ديجيتال، اقدر اشفرها وامنعها عن الناس واصرح بيها الناس وهكذا. ده اللي هو بيسموه ديجيتال تلفزيون برودكاستنج. الديجيتال تلفزيون برودكاستنج اوفر انكريزد اوبشن، طيب بيبدا يدي مميزات اكثر للخدمات الصحيه. طبعا ما عندناش منها النوع ده، يعني احنا في وطننا العربي ما فيش منه النوع ده.
it can provide more channels، تقدر تخدم عدد قنوات اكتر. اديك مثال، لما بتيجي بتظبط تردد قنوات ام بي سي، تكتب تردد واحد تبص تلاقي جوه التردد ده اربع خمس قنوات. ازاي؟ ما هو باستخدام الديجيتال تلفزيون برودكاستنج قدروا في تردد واحد ارسال اكتر من حزمه، يبقى it can provide more channels. Include static display screens which the user can interact via the remote control. طبعا شاشات تفاعلية احنا بنتفاعل معاها، زي دلوقتي التلفزيونات السمارت تلفزيون كلها بقى معاك ماوس في البيت مش ريموت عادي. High quality image، الصور بتاعتها تعتبر عالية الجودة. بيقول a great number of digital channel can be packed into the same broadcasting band. ده اللي انا قلته تاني مرة هو بيعيده، عدد كبير من القنوات يمكن تعبئتها في تردد واحد. طيب ازاي قدروا باستخدام بث واحد يقدر يخزن فيه اكتر من حزمة من الاشارات؟ اولا قال this can be done by واحد use of compression technique، استخدام وسائل ضغط الاشارة، لان هو بيتعامل مع الداتا تايبس كلها كانها سنجل داتا، يعني بيتعامل مع الاوديو والفيديو والصور والتكست كلها كانها داتا. النوع الثاني من الطرق اللي بتسمح له بزياده عدد القنوات في تردد واحد حاجه اسمها دايناميك كاباسيتي الوكيشن تكنيك. ايه دايناميك كاباسيتي الوكيشن تكنيك؟ كل ما بتحتاج ما يعني بيزيد الحاجه انك تكون القناه دي عايزه داتا اكتر، انا ادي لك بيتس زياده ماشي معاك حسب رغبتك. فهنا بيقول more bits per second are allocated to needed channels، القنوات اللي عليها طلب اكتر هديها bits اكتر. تمام؟ بيقول digital TV include interactive feature، من ضمن مميزات الديجيتال تلفزيون الخصائص التلفزيون الرقمي له خصائص تفاعلية. اولا النوع الاول بيسموه full interactivity. ايه ال full interactivity دي؟ is a way او is two way process. يعني ايه two way process؟ a telephone conversation for instance reply upon two direction. الفول انتراكتيفيتي المفروض ان هو فيه زي اكشن ورياكشن، انا بديله الاكشن وهو بيرد عليا two way، زي التليفون الموبايل او التليفون العادي two way interactivity. تمام؟ the service over by digital television are said to be quasi interactivity. ده اسم ليها بس كده كدلع، quasi interactivity. طيب بعد كده بيقول comparing the media. احنا عندنا هنا في النقطة دي في المهم منها جدا السطرين دول البول والبوش، عشان دي بتيجي عليها اسئلة كتير قوي. البوش والبول، بوش سيستم وبول سيستم، ايه المقصود؟ البوش بيقول اول وان واي سيستم، افتكروا كده البوش يعتبر وان واي. يعني ايه وان واي؟ زي التلفزيون والراديو العادي، التلفزيون وان واي بتفرجه بس، الراديو وان واي، التليفون هو اللي تو واي، الموبايل تعتبر تو واي. ولذلك كل الأنظمة اللي فيها الداتا وان واي بيسموها بوش سيستم. اما البول سيستم ده الداتا بتكون انتر اكتيفيتي تو واي زي التليفون. الرسمه مهمه جدا جدا جدا، الرسمه الاولى ايه؟ انفورميشن سورس، مصدر المعلومات، بيتبعت لاي سي تي سيستم وبعد كده بيتبعت لليوزر، وهتلاحظوا ان السهم في اتجاه واحد. الثاني السهم رايح راجع في فول انتر اكتيفيتي، الاولى للبوش والثانيه للبول. هنا بيقولوا short of information transfer push or pull do you think is more likely to meet users need. ده سؤال فهم. بيقولك تفتكر البوش والبول اللي احنا اتكلمنا عليهم بيفيد المستخدمين ولا ما بيفيدهمش؟ هتقول لي اكيد كل واحد فيهم ليه ميزة وليه عيب، ولذلك البوش اللي هو المعلومة بتجيلي غصب عني مش بمزاجي، وهي وان واي زي الراديو والتلفزيون. الديس ادفانتج بتاعته ايه؟ The user does not select the information provided. اليوزر لا يختار الخدمة، ما بختارش الخدمة، أنا بسمعها أو بتفرج عليها. ولذلك أنا ممكن أكون بدور على معلومة ما ومش هتحقق لي المعلومة دي إن أنا أعرفها. ولذلك هنا بيقول so it is not likely to satisfy a particular requirement أو particular need. مش هتغطي لو أنا بدور على شيء معين. تمام؟ مثلا فتحت التلفزيون وعايز أتفرج على فيلم ما، ما أنا هتفرج على اللي بيتعرض. أما مميزاته it may serve to bring important information to user. في نفس الوقت برضو المعلومات اللي هيتم تقديمها هتكون مهمة، أكيد مهمة، يعني هتخدم ناس تانيين. أي نعم مش هتخدم واحد بيدور على شيء معين، بس هتخدم بقية الناس. تمام؟ دي المميزات والعيوب. طب بالنسبة للبول سيستم ملوش غير ميزة،
The user is involved in the selection of the information. اليوزر هو اللي بيختار المعلومة المطلوبة. تمام؟ So the information is more likely to meet user particular needs. ولذلك المعلومة هتكون متواكبة مع متطلبات اليوزر. اللي أنا هطلبه هو اللي هيجي. زي كده في قنوات الـ OSN بيسموها الموفيز أون ديماند، إنك تطلب فيلم معين تدفع فيه فيز بيتعرض لفترة معينة. تمام؟ اخر كلمه حاجه اسمها كمبيوتر بيزد اكسبرت سيستمز بيقول هاز بين ديفلوبد، النوع ده من الكمبيوترز تم تطويره اند وين يوزد تو سبورت ميديكال ديسيجن ميكنج. مهمه قوي الكلمه دي، حطوا خط تحتيها سبورت ميديكال ديسيجن ميكنج. الكمبيوترات دي بتستخدم في اتخاذ او تسهيل دعم القرار في الوسائل الطبيه. تمام؟ زي ورك مور او ماتش مور ماثيماتيكلي، بتشتغل بشكل رياضيات. اند هنس ان واي much closer to the decision tree، كأنه هو بيمشي على decision tree زي كده. الجلطات مثلا الكمبيوتر بيحدد مكانها فين ويقول لك اعمل ايه. تمام؟